انا بتكلم النهارده على حاجه اسمها القدره واضاءه المصابيح. القدره واضاءه الايه؟ المصابيح. قانون القدره بي دبليو لها كذا قانون، في تربيع ر، اي تربيع ف، في ف ماشي. طيب لما اجي اكلمك انا على اضاءه مصباح يبقى انا بكلمك على ايه؟ على البي دبليو اللي هي القدره بتاعته، زادت قلت تظل ثابته. اول حاجه دايما وانت بتتعامل مع قدره المصباح روح شوف فرق جهد المصباح، لو هو زاد يبقى القدره هتزيد، لو هو قل يبقى القدره هتقل. كده كده انت ضامن ان مقاومه المصباح ايه؟ ثابت. اغلى المصباح ثابت، وهنا برضو اغلى المصباح ثابت، اللي ممكن يتغير معاك هو الفي وهو الاي. انا ان ضمنت ان فرق الجهد ثابت يبقى انا كده ضمنت ان القدره عندنا تظل ثابت. على سبيل المثال هديك امثله ياما مختلفه. مثال واحد، قال لي بطاريه ومصباح، والمصباح ده هو ايه والبطاريه ده ايه؟ لها فرق جهد، فرق جهد ده يساوي 20 فولت، مقاومتها الداخليه تساوي صفر. ده مثال اهو. طيب قال لي بص، عند اضافه مصباح بتوازي مع المصباح ايه؟ ماذا يحدث عند اضافة مصباح بي توازي مع المصباح ايه؟ السؤال بيقول لي عند اضافة مصباح بي توازي مع المصباح ايه؟ ماذا يحدث لاضاءة المصباح ايه؟ نروح نشوف. اول ها مفيش مقاومة ايه؟ داخلية. مفيش مقاومة ايه؟ يعني الفولت بتاع اللمبه الاولى اللي هو ايه ده اهو كان نفس الفي بتاع البطاريه، الجهد كان بتاع البطاريه كان 20، يبقى جهد اللمبه دي هيبقى كام؟ 20. لو انت عايز اضاءه اللمبه وهي لوحدها هتقول في تربيع على ار، 20 تربيع على ار، تمام. لكن انت لما تدخل معاها بلمبه في على التوازي، توصيل على التوازي يتميز بثبات ايه؟ ثبات شدة التيار. ده التوصيل على التوازي، التوصيل على التوازي يتميز بثبات شدة التيار، يتميز التوصيل على التوازي بثبات ايه؟ بثبات فرق الجهد من ثبات التيار. يبقى القدرة في الحالة التانية للمصباح هتساوي في تربيع على ايه؟ على ار. الجهد بتاع البطارية كان كام؟ يبقى الجهد على كل لمبة كام؟ برضه كام؟ هيبقى نفس الجهد ولا مش هو؟ هيبقى نفس الجهد، وما دام الجهد ثابت كمان مره يبقى القدره عندنا تظل ايه؟ تظل ثابت. طيب لو انا جيت على نفس المثال، تمام كده؟ اهو هنا المصباح ايه؟ اهو، وهنا القوة الدافعة تساوي 20 والمقاومة الداخلية بتساوي 1، ماشي كده؟ في مقاومة داخلية، هنا ما كانش في مقاومة داخلية. وقلت لك عند توصيل مصباح بي على التوازي ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لإضاءة المصباح ايه؟ طب احنا قلنا هنا إضاءة المصباح هنا تظل ايه؟ ثابت. فرق الجهد على اللمبة ايه في الأول هنا كان كام؟ 20. طيب لما دخلت معاها بي على التوازي فرق جهد كل واحده كام؟ برضه ب 20، والمقاومه ثابت يبقى الاضاءه ثابت معايا. طب هنا بقى هل تظل ثابت؟ اقول له لا. ليه بقى؟ اقول لك فرق الجهد على اللمبه دي بكام؟ اقول له استنى، هيساوي القوه الدافعه ناقص الاي ار، لان هي الوحيده في الدايره، فالجهد عليها هو نفس الجهد على البطاريه،
يعني لو حطيت فولتميتر على البطاريه وفولتميتر على اللمبه هما الاثنين هيدوك كهرباء واحد. يا اما تحسبه من القانون الاي في الار، يا اما تحسبه من القانون الفي بي ناقص الاي ار. تمام كده؟ تعالى يا حبيبي كده بالراحه. انت لما وصلت لمبه على التوازي مع اللمبه الموجوده دي واحده واحده كده، قول لي ايه اللي حصل بالنسبه للمقاومه الكليه للدايه؟ زادت ولا قلت؟ قلت. ادي واحده قلت. رقم اتنين، بالنسبه للتيار الكلي هيزيد ولا هيقل؟ هيزيد. بالنسبه للحد اي ار كله على بعضه هيزيد. بالنسبه للحد فيه هيقل، صح؟ وإضاءة اللمبة اللي هي البي دبليو بتساوي في تربيع الأر، والأر ده إيه؟ والجهد على اللمبة زاد ولا قل؟ فإضاءة اللمبة هتقل معاك لأن الجهد عليها قل. تفرق بقى، تفرق لما ما تبقاش فيه مقاومة داخلية من وجود مقاومة داخلية. شوف يا ابن الناس هقول لك على حاجة، أنت لو طبقت القانون هنا الفي بتساوي الفي بي ناقص الأي آر. يعني أنا مثلا السؤال الاولاني اهو، بص كده في السؤال الاولاني ده اهو، لو طبقت هنا القانون الفي بتساوي الفي بي ناقص الاي ار، اقول لك كده كده الحد ده رايح في داهيه بيساوي صفر. ليه؟ لان المقاومه الداخليه بيساوي صفر. الجهد على اللمبه دي هيبقى كام؟ 20. دخلت كمان واحده 20، دخلت كمان واحده 20، ان شاء الله تدخل 10,000 لمبه على التوازي، الجهد هيبقى عليهم ثابت ويساوي القوه الدفع هيساوي كام؟ 20. عشان كده اضاءه اللمبه دي مش هتتغير. انما الوضع هنا يختلف معانا. ليه يا مستر؟ لان الفي بتساوي الفي بي ناقص الاي ار. الجهد على اللمبه دي يا عم بهامش 20، الجهد على اللمبه دي اقل من كام؟ اقل من 20. طيب حلو، لان في مقاومه ايه؟ داخليه. طب انت لما تدخل كمان لمبه معاها على التوازي، طب اسمع بقى، اذا كانت هي لما كانت لوحدها ما خدتش ال 20، يعني هتخيل انها خدت 18 لان المقاومه الداخليه خدت 2 فولت. طب لما تدخل كمان لمبه على التوازي لا هي واخده ال 20 ولا هي واخده ال 18، هتاخد جهد اقل من الاثنين. طب ايه خلى الجهد اقل كده يا مستر؟ قال له استنى بقى، انت دخلت لمبه على ايه؟ دخلت على ايه؟ تقوم المقاومه الكليه، تقوم شده التيار، لما التيار يزيد الحد اي ار كله على بعضه يزيد، يقوم فرق الجهد على اللمبه يقل، يبقى اضاءه اللمبه ايه؟ تقل معاك. ادي نمط. خلي بالك انا لسه في السهل، لسه التقيل جاي دلوقتي اهو معايا، امسح السبوره. شفنا مثال اهو، خلي بالك المثال اللي بعده. قول لي مثلا ايه؟ هقول لك على حاجه. بيقول لي مثلا بص على الدايره دي لمبه ايه؟ لمبه بي. لمبه سي. لمبه دي مع بطاريه. شوف دول كم لمبه؟ دول كم لمبه؟ اتنين على التوازي وواحد على، واتنين على ايه؟ مصابيح متماثله. مصابيح ايه؟ مصابيح ايه؟ يعني الاراد بتاعتهم متساويه. الاراد ايه بقى؟ متساويه. فانا في امتحان اخر السنه لما يقول لي مصابيح متماثله يعني الاراد متساويه. السؤال سي، اذا احترق المصباح ايه؟ ماذا يحدث لإضاءة باقي المصابيح؟ يا جماعة قسما بالله، ما انت واخد خطوة لما تعرف الأول المقاومة الكلية، وما انت واخد خطوة لما تعرف التيار الكلي. أهم حاجتين عندك مقاومة كلية تيار كلي. مين اللي اتحركت يا جماعة؟ إيه؟ مع السلامة. ايه انحركت اهي؟ ما جاتش معايا في الدايره. طيب انا عايز احل،
جاوب على دول. واحد اتنين تلاتة اربعة. ان جاوبت على دول هتعرف حاجة. مقاومة كلية حصل لها ايه؟ ادي اول حاجة. طيار كلي حصل له ايه؟ نقوله تعالى يا مستر حضرتك اللمبة دي لما تنحرق كده اتشالت ولا ما اتشالتش؟ اتشالت من التوازي ولا من التوالي؟ يبقى المقاومة هتزيد. مقاومة هت ايه؟ لاحظ ان قانون التوازي بيقول لك ار على ان. طب والعدد جل كانوا اتنين بقت ايه؟ يبقى المقاومة ايه؟ مقاومة الدائرة كلها هتزيد. اكتب بالبونت العريض اهو المقاومة الكلية تزداد. شدة التيار الكلي الله تقل. وحدة الله مين يا جماعة اللمبة اللي بيمر فيها التيار الكلي؟ سي بس يا جماعة لا مش التلاتة يا جماعة انا بتكلم مين اللمبات اللي كان بيمر فيها التيار الكلي قبل الاحتراق سي ودي. طيب حيث ان المقاومة ده كان بيعدي عليها التيار الكلي والتيار الكلي جل يبقى إضاءة المصباح ده تزداد ولا تقل؟ يبقى أول حاجة كل المصابيح التي يمر بها التيار الكلي التيار الكلي تقل في الإضاءة. تقل فين؟ تقل فين؟ زي مين؟ سي والدي. سي والإيه؟ طيب المنطق بيقول بقى لما لمبتين إضاءتهم تقل دي تجل ودي تجل الاخت اللي فاضله دي بقى اضاءتها تجل ولا تزداد؟ هتزداد. طب انا عايز عيل بقى يكون فعلا تربيته وتربيه نظيفه متربي تربيه صح على ايديا يقول اللمبه اللي في النص دي اضاءتها زادت ليه؟ عيل بقى يكون عيل ملوش حل والله لا مديله 20 جنيه يلا اي اي سقفة بقى لا برافو عليك اهو هي دي بقى التربية اللي انا عرفت اربيها قالت ايه قالت احنا هنقسم فوق الجهد في ثلاث اماكن في هنا فرق جهد اسمه في واحد وفي هنا فرق جهد اسمه في اتنين وفي هنا فرق جهد اسمه في تلاتة ومجموعهم التلاتة يديني ثابت اللي هو القوة الدافعة ده ثابت الفي تلاتة هنا جل والفي واحد على اللمبة دي جل يبقى لازم الفي اتنين تجل ازاي تزيد ده انا غبت اوزع ميراث لما بطلت اهم 30 فدان يخرب بيت المساله بتاعتنا اللي مش قادره تنحل دي الواد الاولاني ورثه من ال 30 فدان ورثه 10 والواد الثاني ورثه 10 فدادين والواد الثالث اللي في النص ده زاد دي ورثه 10 ادي الورث بتاع الثلاثه 10 10 10 طب ده ده هو حرامي حرامي خد من اخوه ده هو اتنين وخد من اخوه ده هو اتنين يبقى بقى 14 على حساب التانيين ده هبط وده هبط الهبوط في جهدين يبقى لازم ازود الجهد التاني لان مجموع الجهود مع بعضها بتديني مقدار ايه مقدار ثابت عشان كده لما الجهد هنا قل والجهد هنا قل كان لازم الجهد هنا يزيد فإضاءة المصباح تزيد معاك.